نرجعوا للبطولات النسائية أبو سهل. مرحبا. في نظرك أستاذ واش هذاك التوقف اللي كان في البطولة ديال شهر كامل واش كيخدم الأندية؟ لا هو توقف هذا اللي يمكن تجاوب عليه ماشي حتى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية هي الجامعة. الجامعة كيفاش أن المنتخب الوطني المغربي يشارك في كأس أمم إفريقيا والبطولة توقفت. حنا نطرحوا السؤال هذه البطولة اللي غادي نوقفوها شحال فيها ديال اللاعبين كاينين في المنتخب وشحال كيلعبوا؟ كان عندنا أنا أحيانا ملي كيبان لي البطولة وفيها فرق ما عندهاش باش تنقل واحد كيقلب على المازوت وواحد كيقلب على الإمكانيات ما عندوش وواحد عنده اللاعبين ديال الإضراب وواحد رئيس كيدير خرجات باغي يمشي لشي فريق آخر وواحد هذا كتولي كتقولوا دير البطولة توقف فعلا لأن الجامعة الملكية المغربية تيقول الحاسبة هي راه مسؤولة عن المنتخبات مسؤولة على العلاقات الدولية على تنمية كرة القدم ولكن الأندية فيها الجمعاوي وفيها ما هو شركات هادوك اللي خاصهم يشتغلوا وأنا أحيانا كيوقع لك مشكل في فرنسا كتقول واش كاين شي قانون تيفرض على شي فرقة أنها تكون في القسم الأول ولا تكون في القسم الثاني الاحترافي راه الكل مرتبط بدفتر التحملات وبالإمكانيات أنت لا ما عندكش الفلوس وما عندكش الامكانيه شكون قال لك دير فريق على قد داكشي اللي عندك ما تنافسش في البطوله في القسم الاول دير انت ملي تبغي تمشي في لوطوروت راك خص يكون عندك سياره من نوع كذا وامكانيات من نوع كذا وتخلص لوطوروت وغدير ايضا الله فرق الارزاق وفرق داكشي في الشارع في الدنيا في الحياه كلها انت الا مشيتي فوق الجهد ديالك راه تتحول الى رجل مديون رجل مفلس رجل اللي يمكن تاثر على حياتك يمكن تشتت يمكن تحبس يمكن يكون عندك مشاكل كثيره الواحد خاصو يعرف امكانياته وبامكانياتك تمشي ثم المسؤول على راه ماشي ان احنا مسؤولين على انديه فقط غادي يجي في المسؤوليه ديال المؤسسات الرياضيه كان عندنا مشكره كانوا اعيان ولكن في زمان كان فيه المتطلبات مقدور عليها صغيره داكشي ماشي داكشي كثير اليوم هذا مجال مدار ديال الرياضه وخاصه كره القدم فيه فرص الشغل فيه التشغيل فيه التنميه البشريه فيه صناعه البشر فيه مجموعه ديال وفيها تكوين مواطنين صالحين اللي غادي يتخطاو العقبات ويولدوا لنا ويديروا ويكونوا إذن هذا المرفق هذا اللي غادي يجي ليه واحد المسير عندنا جوج الانواع مسير عنده الشكرة وعلى الدولة أن تفتح عيونها إلى كانت أموال كثيرة وثروات كبيرة كتلح راه حنا ماشي في بلاد ديال الفوضى بلاد راه عندها قوانين راه الفلوس كيجي وراه خاصو تعرفوا المصادر لأن الفيفا من بين قوانينها بنودها وأهدافها أنها تخاف وخوفها يدفعها إلى منع ومكافحة الأموال مجهولة المصادر اليوم جامعة جديدة من 2014 كيترأس السي فوزي القجاع جاية بالاحتراف إمكانيات الكرة خاصها تتحرك ولكن تتحرك بالإمكانيات اللي كاينة في الجامعة الملكية المغربية هنا كنشوفوا على صعيد المنتخبات إناث وذكور فين وصلنا ولكن على مستوى القواعد كيف يمكن تقليب هذه الأرض كاين جيوب المقاومة كاينين الناس اللي باش يتنفذ واحد القانون باش الشركات الرياضية اللي يمكن تحرك فينا هي وخاصة تكون شركات فاعلة بالفعل ويكونوا فيها ناس مساهمين ويكون فيها أرباح واللي باغي يجي تما بغي يربح الفلوس يربح الفلوس في الشركة والجمعيات عاوداني غادي يبقاو فرق ما كتعقد الجمعه العامه ديالها فرق فيها ناس متحكمين فيهم فرق راه ما يمكنش حقيقه انت رئيس كتجي كيبغيوك الناس وكتجي وعاد زيد النظام الان اللي كاين ديال اللائحه الرئيس هو من يختار هذوك المسيرين كلهم بعض الاحيان كتلقى شي مسير مسكين تيتشكى تيقول يا سي فلان وداك الرئيس كيدير كل شيء كثير كيدير كنت من الاول بعدا انت دخلك انت غير منتخب انت غير هذاك وجابوك الناس يعني بطولتنا
واحد الوقيته راه ولات من اقوى البطولات ان لم اقل هي الاقوى قاريا، ولكن مسؤوليتها ليست في الرباط، مسؤوليتها الان في لا تمركز تبقى لسياسه البلاد. لا يعقل ان سياسه البلاد غدا في الجهويه الموسعه اداريا وباقي الناس ما فهموش. وعلى صعيد الجهات حنا مشينا ندير واحد الاحصاء ديال الالقاب والانديه على صعيد الجهات، لقينا على ان الدار البيضاء هي الاولى. وعلاش الوداد والرجاء كبار؟ حيت الدار البيضاء كبيره وحيت مسيرين حتى هما تيشتغلوا وداروا بزاف ديال الحوايج. والالقاب اللي كاينه وطنيه، البطوله الوطنيه كاس العرش على مستوى افريقيا، على مستوى عربي، على مستوى الاتحاد الشمال الافريقي، على مستوى كنلقاو الالقاب كلها في جهه الدار البيضاء صدات متمركزه في هاد البلاصه. وكاين الا خديتي مثلا طنجه تطوان تلقى جوج الالقاب او ثلاثه، تلقى ثلاثه جوج ديال المغرب التطواني وواحد ديال طنجه، اكادير غتلقى جوج ديال اكادير. جهه اللي فيها في الاولى، الجهه الاولى اللي كانت فيها دكا العبده غتلقى لقب واحد 2013 ديال الدفاع الحسني الجديدي. الجهات يعني باغي ان تتحرك وتتنافس في هذا المجال هذا. راه الالقاب يمكن يكونوا في جميع الجهات، والمواهب ليست مقتصره وحكرا على بعض المدن. لان الا قلنا بحال هكا بحال دوك الجهات ما فيهمش بنادم، ما فيهمش الانسان، ما فيهمش المواطنه والمواطن. راه كاينين، ولكن راه داك اللي غادي يخدم وداك اللي غادي يكون عنده هذا الحس تربوي وحس تنموي وغادي يبحث عن دوك المواهب ودير لها مجال فين يمكن لها انها تلقى فين. راه الا ما درتيش ليه فين غادي يمارس الرياضه؟ كيف كان قال المغفور بن الحسن الثاني، المغربي خصو فين يسكن، فين يقرا، فين يتدين. يا مسحش فقط وضروري، راه ماشي غير فين غادي يسكن نشدوا الناس، خصو فين يلعبوا، فين يديروا الفن، فين يديروا نشدوا الناس ونجلسوا فارم نديرهم في القفوزه نعطيهم ياكلوا. لا سي ابو سهل، كيفاش كتشوف الانتدابات اللي قامت بها الفرق في زمن الديون والاضرابات؟ قراءتك للانتدابات اللي تم؟ لا هو الانتدابات بحال حنا عندنا شي معامل كتنتج اللاعبين. بمعنى ان فرق، ما نقول البعض ولا نقول كاين فرق لا تعتني بالمدارس واصبحت تبحث عن الجائز لان هي كتوفر على امكانيات ماديه، يعني نقولوا احنا بالدارجه كتدبر على الفلوس، تدبر على الفلوس وتجي ودير هذاك. ولكن راه كتبقى على ان فرق احيانا كيكون بعض الازمات وكذا. الرجاء ملي كانت في 2019 كانت واحد الازمات، الرجاء اعتمدت على ولادها مع جمال السلامي وجابت واحد العدد ديال اللاعبين من المدرسه ديالها. كاين فرق اللي هملات المدارس ديالها، اذا ملي غادا تخرج الشري حنا غادي نلقى واحد مجموعه قليله ديال اللاعبين. اذا هذا هو العرض اللي كاين، الطلب كثير ولكن العرض قليل. شحال عندنا ديال المواهب؟ الفرق ما كتكونش، مواهب قليله. الان ينبغي الرجوع الى الصواب، الاعتماد على المواهب والطاقات. انا ملي كنجيب مدرب ماشي فقط كنعطيه الفلوس، علاش كنعطيه الفلوس كثار؟ باش نربح معاه الفلوس، باش المؤسسه تربح معاه الفلوس، المؤسسه تكون كتربح معاه الفلوس، خصو يكون ليك لاعبين ويصنع لك نجوم ويخرج لك ثاني اسماء ويدير. هذا هو المدرب، باش تكون البطولة أيضا بطولة منتجة. عفوا، بطولتنا إلا بغينا نعرفوها واش منتجة ولا، كاين جوج ديال في التقييم، كاين ما هو عمودي. مؤخرا الجيش الملكي هو اللي دا البطولة، وجوج فرق ينزلوا لتحت، هذا عموديا. ولكن أفقيا شنو مستوانا حنايا؟ شنو شحال عطاتنا البطوله الوطنيه ديال اللاعبين اللي مشاو جابوا الملاير من برا؟ سي ابو سالك ما تشرب. لا بلاش. اذا عموديا لقينا الاول والثاني والثالث حتى الاخر، كاينش مشكل. ولكن افقيا خصنا نشوفوا البطوله ديالتنا شنو جات؟ شحال عندك؟ راه ما عطاتش اللاعبين اللي غادي يمكن لهم يمشيو يتباعوا على برا، يتسوقوا على برا، راه ما كاينش. العدد قليل، امكانيات بسيطه واحتراف قليل.
هادشي اللي عطى الله في البطوله الوطنيه. واخا استاذ بغيت كيفاش كتشوف مرحله ايام البطوله؟ كيفاش كتشوف ايام البطوله؟ كيفاش غادي يكون؟ غادي تكون شي تنافسيه كبيره؟ هو تنافس، انا يعني التنافس اللي غادي يبقى من اجل الالقاب كيدخلوا فيه اعتبارات بزاف، كتهيئ الامكانيات ديالك وتهيئ اللاعبين تفوز بالالقاب، ولكن راه التنافس يكون التكوين. كنعتقد على ان العصبه الوطنيه انتبهت لهذا الامر، هذا يشوفوا كل فريق شحال ديال اللاعبين تيعتمد عليهم في الفريق الاول ديالو اللي هما من منتوج ديالو، هكذا غادي يمكن نمشيو باش نغذيو المنتخب الوطني المغربي ونصنعوه. راه لا يعقل ان المغرب من طرجه للقويره ومن جوج بغال للدار البيضاء وهذا العدد كبير ديال 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 الانديه في مختلف الاقسام ما لقاوش لاعبين مدفون فيهم زياش ومدفون فيه مزراوي ومدفون فيه بصير ومدفون فيه بودربال ومدفون فيه الحده ومدفون فيه بيتشو ومدفون فيه، اكيد كاينه هذه المواهب، ولكن شكون هو اللي غادي يكون يقدر يخرج هذوك المواهب من هذوك الناس ويقدر يعطيهم هذيك الفرصه ويبحث ويقلب ويدير هذاك الشيء؟ دخل فيه المسير ودخل فيه المربي، كنقول المربي انا قبل ما نقول المدرب، ودخل فيه المناخ العام والنظام ديال 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 كرة القدم القادم. دابا الحسابات شناهو؟ الحسابات اللي جايه هي اما الفوز باللقب البطوله بالنسبه للانديه اللي تعودت انها كتكون الفوق، وكاين انديه تبحث عن اماكن دافئه لتفادي النزول، وكاين انديه لتحت كضرب مسكينه يمكن في الاخر تقول لك اودي انا مشيت. راه الان لان يلاه بدات الدوره 16 اول مدرب العلوي اسماعيل العلوي ديال المغرب التطواني مشى، هزيمه مشى في حالته تلبية الى الناس اللي بان لهم على انه يعني يتنافس ولا يقنع ولا كانوا كان بزاف ديال الحوايج، بينما هو عنده اراء اخرين. عدد المدربين اللي الان كيطيحوا عدد كثار، كاين فرق اللي ما عندهاش بقى ما قدرتش تخرج من جموع عامه بمكاتب مسيره والعدد ديالهم كبير. في هذه الفتره اللي كانوا فرق ما كتدربش، فرق اللي فيها اضرابات. انا قال لي شي واحد راه اللاعبين دايرين الاضراب ولكن المسيرين راه جاوا بغاو يتناقشوا، قلت لي ما بغا يتناقشوا مع النقابات ولا مع التنسيقيات، ما بغا يتناقش تناقش ما بغا يتناقش، هذا اضراب. وهادو لاعبين ما يعني تعطلت المستحقات ديالهم، ما كيعيشوا من هذا الشيء، وخاصة لاعب اللي ماشي ولد هذيك المدينة وتقطع عليه الضوء وجا مول الدار قال لي خرج، ولاو تيقلبوا دوك الدراري كيتجمعوا في شي بلاصه غاديين وكيفاش شفنا ماشي في الكره غادي. اذا ملي كتقرا هذا الواقع كتقول على ان الجامعه الملكيه المغربيه الان تدبر الامور، نجحت على مستوى المنتخبات على مستوى القمه. لا هو المنتخبات عندهم هي مسؤوليه ديال الجامعه الملكيه المغربيه، وتيكون فيها الاحسن والارقى ديال اللاعبين، وعندهم سياسه ديالتهم خاصه فيهم التمثيليه ديال الوطن، وديك الساعه هذا كيتم اختيار، والاختيار تيكون من الداخل ومن ومن ومن, ومن المهجر. هذا هو علاش وحنا عندنا ثروه كبيره. اذا حسن التوظيف ديال هاد اللاعبين ثم التجمع ديالهم ثم الامكانيات اللي كتوفر. انا حنا كنعرفوا مثلا منافسات القاريه شخصك منافسات ديال هذاك ثم التجمعات ثم الجانب ديال التأطير وديال هذا. على مستوى الأندية كاين العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية، ولكن التسيير ما غاديش تدخل ليه أنت، التسيير كاين فيه مكاتب مسيرة منتخبة تنتخبوها القواعد، وهذيك القواعد وهاد الأندية هاد المؤسسات اللي في القسمتين الأول القسم الثاني ثم الهواة ثم إناث ثم هادو كلهم يشتغلون وتا هما عندهم أهداف ديالهم،
على حسب الإمكانيات ديالهم. ولكن هل تنتج أم لا؟ هذا هو المسؤول، لأن هو مشروع ديال فريق رياضي أو مشروع ديال جمعية، ومشروع لا ينتهي. اليوم غد تلعب ما تطيحش، غد تلعب باش دي بطولة، يمكن غدا تطيح، يمكن كاين فرق اللي داو البطولة ولا العام الآخر طاحوا، كاين بزاف ديال الحوايج. هذه هي الرياضة، هذه الكرة. ولكن الآن واش هذا الأمر، لأن الرسالة الملكية كانت واضحة، شكون هو اللي يعني ما كيقومش بالدور ديالو؟ هل هي المجالس المنتخبة التي رفعت يدها على المؤسسات الرياضية؟ هل هو هذا الطلاق، لو ديفورس افرو، داك الطلاق ما بين المؤسسات التجارية والمؤسسات الرياضية، واش كاينه الثقة بيناتهم ولا ما كايناش؟ واش يمكن لها تنزل؟ هذا زواج ديال المصلحة ما بين المؤسسات الرياضية والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات المواطنة اللي غدير هذا، غادي يجيب لك فلوس، خاص رابح رابح، يعني هذا كله باش يعطيك الإمكانيات. ولكن كيخص هاد المؤسسات باش يمكن لها يكون عندها اكتفاء ذاتي. كرة القدم هو المجال اللي خلق الثروة، إذا هاد المؤسسة اللي يمكن يكون عندها اكتفاء ذاتي، ناخذوا الوداد والرجاء. الرجاء الآن عندها أكاديمية ديالها، والأرض كانت هبة من جلالة الملك الله ينصره، بنات المؤسسة ديالها، هذاك هو الملك اللي عندها، مع ربما شي شقاق ولا شحال. ما عدا ذلك الوداد، الوداد سمعنا عندها حتى واحد المركز، واش بالفعل ولا ما كاين شيء؟ ولكن راه المقر ديال الرجاء الآن، والمقر ديال الوداد، والمقر ديال الراك، والمقرات ديال واحد هذه المؤسسات هو ملك ديال الدولة، وملك ديال البلدية، ملي كانت بلدية واحدة. هذاك كانوا خداو الترخيص ديالو بواحد القرار ديال الاستغلال والانتفاع في 3/6/99 يوم. يعني هادو ما عندهمش ممتلكات، كان خاص يكون عندهم مداخل قارة، يكون عندهم مشاريع، فنادق، مطاعم، مقاصد، يكون عندهم بزاف ديال الحوايج باش يكون. راه ملي جا الكوفيد كاين مؤسسات رياضية في الخارج اللي لقات باش كتعيش، عندها مداخل ديالها. حنا راه ما بقاش، ولينا كنحسبوا داك توقفت القضيه، الجمهور ما كيجيش، يعني ما كاينش مداخل. المؤسسات التجاريه دوك ديال المستشارين يمكن حتى هما يبداو ينقصوا، لان حتى هما ما عندهمش مداخل. الان خصنا نفكروا كيفاش هاد المؤسسات الرياضيه وخاصه ديال كره القدم كيفاش تعتمد على راسها، وكيفاش انها تولي عندها موارد قاره ديالها. ورجعوا للجهات، الجهه بدل ما هذاك المكتب الموسيقي ديال داك الفريق يبقى يجي يقول لك اعطيني المنحه، اعطيه بلاصه فين يبني ويدير مشاريع ديالو، تولي عنده مداخل ديالو قاره كيعتمد عليها ويمشي على حسابها. الان كاين فرق كتعول على منحة ديال الجامعة الملكية المغربية من العائدات ديال النقل التلفزي، وبعض المستشارين اللي غادي يجيو على حساب الثقة وعلى حساب العلاقات، إما تكون باللون السياسي، وإما تكون بالقرابة، وإما تكون بالصحبوية، وإما تكون بشي حاجة ولا هادي. وقتها كتلقى مؤسسة بغات تعاون واحد مؤسسة رياضية، ولكن فهاد الشيء اللي غاديين فيه دابا راه كنشوفوا شنو اللي واقع. الواقع صارخ، راه خرجنا من كأس أمم إفريقيا والتفتنا إلى البطولة الوطنية اللي كيف ستعود، كيف ستستمر. كاين فرق توزع بؤسها على بعضها، كاين مشاكل، كاين إضرابات، كاين لاعبين. راه لا يعقل أن تعاقد مع واحد اللاعب ولا واحد المدرب ويلتزم الشهر كامل، وملي يوصل هو للشهر لأنه راه عنده التزامات، هو إما يمكن يكون عنده ديون. هو كاين المغرب الرياضي الممكن، والمغرب الرياضي الممكن ظهر في كأس العالم. ممكن أن نتجاوز كندا، ونتجاوز بلجيكا، ونتجاوز إسبانيا والبرتغال، ويمكن أن نفوز بكأس العالم، ويمكن أن تكون لنا مؤسسات ويكون لنا مراكز ديال التكوين، لأن عندنا مواهب، ولكن مواهب تضيع.
السبب راه كاين الامانه، ونعاود نرجع لهذه الامانه. هذوك المواهب والطاقات اللي كيمشيو وما يلقاوش فين يلعبوا، وما يلقاوش اللي غيكونهم، وما يلقاوش اللي غيوجد لهم الما فين يدوشوا ولا الملعب فين غيلعبوا، هذيك الامانه. الان على مستوى الدوله كاين التوجه، كاين اراده ملكيه سياسيه ووفروا الامكانيات كلهم. الجامعه الملكيه المغربيه برئيسها الان كيحاولوا ان ينزلوا هذه الامور كلها، ولكن يبقى على مستوى الانديه في القواعد اللي ما قدرش على شي نادي بعاد تفاديا، لان هذاك راه تيبقى ما غاديش تقدر توفي بالامانه. كاينه امانه، وهذيك الامانه هي اللي خاصنا، وخاصه هذا المرفق راه ماشي فيه غير الفلوس، راه فيه الشباب. المؤسسات الرياضيه لا تكون لاعبا ماهرا ومبدع ولاعب ساحر، ولكن تتكون في نفس الوقت مواطن مغربي قادر على انه ملي يسالي الكره يساهم في البلاد ويدير مؤسسه ديالو ويدير وليداتو. وهذه الامانه هي اللي خاصنا نفكروا فيها مزيان. حنا في المجتمع الرياضي كاين الامان، وليدات راه امانه، هذوك اللاعبات واللاعبين، المؤسسات الرياضيه امانه، ثم امانه ديال انك تقلب على كل ما يعطي الاشعاع لهذا الوطن. لا يعقل ان جلاله الملك الان عنده هذا الهم هذا، ومازال تنذكروا ستادو جنبير عندما انتصرنا على اسبانيا. ستادو جنبير كيف خرج جلاله الملك في هذيك الليله في الليل متخلصا من بروتوكول الامني ديالو، ولابس توني ديال الفريق الوطني ليقول لنا ونترجم الملك المواطن. فهذا رساله لمن يهمهم الامر في المجال الرياضي، راه خصنا نشتغلوا باش يمكن الفرحه تعم جميع المنتخب. البلاد كلها كتفرح مع المنتخب الوطني، ولكن راه كل الجهات وكل بوادي وقرى وارياف ومدن من حقها ان تفرح بابنائها في هذيك المنطقه، وهم يحققون اما الصعود اما القاب. سي ابو سهل، رسالتك وصلت، شكرا لك، كنت سعيده بالاستضافه ديالك، والحوار معك كان انا اسعد ان اكون مع انفاس، وانفاس انا مازلت نتذكر كعمود قريته بزاف، كانفاس، وانفاس عنده دلالاته، عنده تكونوا تحنا في هذه الانفاس هذه تكون احسن. مرحبا بك، مرحبا بك سي ابو سهل، شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه. وتحيه لك، وتحيه لكل الاصدقاء الصديقات في المؤسسه من فنيين واعلاميين، والله الموفق ان شاء الله. شكرا سي ابو سهل. وصلنا لنهايه الحلقه مشاهدينا الكرام، الى اللقاء في عدد مقبل.